النوع الخامس وهي صورة ما لا روح له، ما لا نفس له، كصورة نهر، صورة ورد، صورة يعني جبال، صورة شجرة. المهم أنها لا تكون صور ذوات الأرواح، لا حيوان ولا سمكة ولا طائر ولا آدمي أبدا، وإنما صور أشياء لا روح فيها، هذه لا بأس بها. وإن كان يضع صورة آدمي فليقطع الرأس كما قال ابن عباس، الصورة الرأس، يعني إذا قطع الرأس فلا صورة، يعني لو رسم الإنسان جسدا كاملا بدون رأس لا بأس، ليس بحرام. الوجه هو الأصل في الصورة كما قال ابن عباس، الصورة الرأس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآتي يقول: لا تدع صورة إلا طمستها، قالوا طمسها بإزالة الرأس، طمسها بإزالة رأس الصورة، أما الجسد فلا يعد صورة بدون الرأس.